طلبت من شاورمرز هموت واكل شاورما من الصبح. وكلم ادوني ريكومنديشنز عندي هنا في الكومباوند على كذا مكان ومحدش فيهم بيرد. فطلبت من ده، قعدت ادور يعني شاورما مين ومش عارفه ايه. فجالي يا رب يطلع كويس، انا جعانه موت. اوكي، يا رب يبقى سخن لانه اتاخر جدا اتاخر جدا جدا جدا. اوكي، دي البطاطس. ثلاث سندوتشات شاورما فراخ وشاورما لحمه وحاجه اسمها كفته ايراني. بالنسبه لي اتس كوايت اكسبنسيف، يعني سعره اغلى من ما انا كنت متخيله. وهشرب راني لانه مشروبي المفضل مقطع. طيب، حجم السندوتش اصغر من ما انا كنت متخيله، او على الاقل اصغر من اللي احنا بيجيلنا في المطاعم السوري. ده اللحمه. دي الكفته الايراني اعتقد. البطاطس قليلة. الاكل طبعا مش البارد، متأخر كتير جدا بس انا جعانة. تعالوا ما نشوف دي شاورما فراخ. لا، هم كاتبين بيف. كاتبين دي كباب، مكتوب عليها كباب. دي شاورما لحمه، دي مكتوب عليها تشيكن. بسم الله. بصوا هقول لكم دلوقتي، استنى نجرب التشيكن بعد كده هقول لكم الثلاثه كل واحده ايه رايها. طيب، انا هركز على الشاورما. ركز على الشاورما. الثلاث سندوتشات فيهم مشكله ان هم ناشفين جدا، ناشفين جدا جدا، يعني المفروض ولا في توميه ولا في كبيس ولا في بطاطس، ما اعرفش محشيه ايه بصراحه، بس ما فيهاش حاجه. لا، فيها اهي، بس ناشفه موت. تمام، بصوا هي تومية طبعا من مطعم تاني وقديمة السنة. بس مش قادرة اكلها، ناشفة جدا. الفاتورة هي عشان ما تقولوليش اعلان. ها، بصراحة لا، ما بحبش اقول حاجة سلبية على مكان، ما بحبش. بس انا مش قصدي اقول حاجه سلبي لان انا ما بحبش اقول حاجات كده، بس خلينا نعتبر انه ده احنا بنقول راينا عشان المكان يحسن. السندوتشات ناشفه جدا، محتاجين تظبطوا الصوص ايا كان الصوص اللي انتوا حاطينه جوه الساندوتش، تحسوه ناشف قوي. الدليفري محتاجه تكون اسرع.
عشان الاكل ما يوصلش ساقع قوي كده، خاصة ان احنا شتاء. بس انا هكدب عليكم اقول لكم مش هاكله، هنسيبه دلوقتي لان جعانه موت. بس اشوفكم في الفيديو الجديد.